بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم عيادة الصحة. حلقة النهاردة إن شاء الله بمناسبة إن احنا في الربيع والجو 50 شوية، في فصل تقلبات الجو وبتشهد تقلبات ورياح 50 وكده، فبتزداد فرصة الحساسية بكل أنواعها، سواء حساسية العين، حساسية الأنف، حساسية الصدر، بتنشط جدا، وبيعانوا المرضى اللي عندهم حساسية في الوقت ده من السنة. فحلقة النهاردة هتكون عن حساسية الأنف. قبل ما نتكلم على حساسية الأنف لازم نعرف يعني إيه حساسية بوجه عام. الحساسية هي رد فعل غير طبيعي لأنسجة الجسم تجاه بعض المؤثرات أو المسببات الخارجية أو الداخلية. التفاعل ده أو رد الفعل ده بينتج عنه مواد معينة في الجسم، المواد دي بتعمل أعراض الحساسية، سواء رشح، سواء بالنسبة لحساسية الأنف، سواء رشح، سواء عطس، سواء انسداد في الأنف، سواء صداع. كل الحاجات دي بسبب المواد اللي بتفرز نتيجة للرد الفعل الغير طبيعي للجسم. طيب، هل أي فرد بيبقى عنده يتعرض للمسببات اللي بتعمل حساسيه يجيله حساسيه؟ طبعا لا، في ناس بيبقى عندهم استعداد ياخدوا الحساسيه اكتر من ناس تانيين. اول حاجه بتتحكم فيها العامل الوراثي، لما يكون الاب او الام او الجد او عنده حساسيه جامده ممكن تورث في الجيل الاول او الجيل الثاني لو اتعرض لمؤثرات. لو ما تعرضش مش هي ممكن ما يجيلوش اي اعراض للحساسيه او مضاعفاتها لو ما تعرضش للمؤثر. لكن نقول ان لما يكون واحد عنده استعداد وراثي بيبقى اكثر عرضه للاصابه بمرض حساسيه الانف اكتر من الشخص اللي ما عندوش العامل الوراثي ده. العامل الثاني هو العامل الفيزيقي او العامل الطبيعي اللي هو بيتكون من تكوينة الجو نفسه، الطقس يعني. يعني مثلا الناس اللي هي في مصر، نضرب مثال، الناس اللي هم قاعدين في اماكن قريبة من مصانع الاسمنت واللي قاعدين قريبين من المحاجر وكده وعندهم استعداد ياخدوا حساسية الانف اكتر من ناس تانيين. الناس اللي عندهم جفاف اللي هم في يعني ساكنين في ارتفاعات جامده جدا عن سطح البحر برضو بيبقى ايدي ليهم عندهم استعداد انهم ياخدوا حساسيه اكتر من اللي عايشين في السهول والاوديه والجو النقي الطبيعي. كمان لما تكون المناعه ضعيفه، يعني ما فيش اكل كويس، ما فيش تهويه ولا رياضه ولا كده، فبيتكرر الالتهابات. تكرار الالتهابات بالفيروسات والبكتيريا برضو بتخلي الشخص عنده استعداد انه ياخد حساسية اكتر من الشخص الطبيعي. طيب، ايه هي العوامل المسببة بقى لحساسية الانف؟ يعني احنا قلنا مثلا كناخد كمثال الواحد عنده استعداد وراثي انه يجيله حساسية. ايه العوامل لو اتعرض لها يجيله حساسية او اتعرض لاحد منها؟ يعني في مسببات داخليه بتنتج عن بعض الامراض، بتعمل مواد داخليه في الجسم بتعمل الحساسيه دي، وفي مسببات خارجيه، ودي اللي مهمه جدا ودي اللي نقدر نتحكم فيها ونسيطر عليها. ولو عرفنا نسيطر عليها يبقى مرض الحساسيه خف وانتهى تماما بالتعايش معاه، بالتعايش مع المسببات دي. لو ابتعدنا عنها هنخف خالص، او لو في بعض منها ما نقدرش نبتعد عنه يبقى نتعامل معاه بحذر. بالطريقه دي هتخفف على الاقل، اللي ما نقدرش نبعد عنه خالص وتعاملنا معاه بحذر هتخفف بكتير اعراض الحساسيه، وكمان تمنع حدوث المضاعفات بتاعه حساسيه الانف. ايه المسببات بقى الخارجيه؟ اول حاجه عن طريق الاستنشاق، حاجات عن طريق الاستنشاق زي التراب، الغبار، السجاير، التدخين، الأبخرة الضارة بتاعت المصانع وغيرها، كمان بعض الروائح، البرفانات، بعض المطهرات والمواد النظافة زي الكلور والطارد للحشرات اللي هي الاسبريهات بتاعت الحشرات والمعطرات بتاعت الجو. كل ده ممكن يعمل حساسية للغشاء المخاطي للأنف.
كمان التراب بتاع البيت ده اخطر من التراب الخارجي ساعة التنظيف. يا ريت رباط البيوت يلبسوا كمامة ساعة لما يجوا ينظفوا او يجوا ينظفوا او البيت او ينفضوا الملايات والبطاطين اللي بيطلع منها اللي هي العتة دي، برضو بمؤثر قوي جدا للحساسية. المجموعة التانية المسببات الخارجية اللي هي مجموعة الأكل. بالنسبة الأكل يعني أنا بقسمه مجموعتين، الكبار المواد الحريفة والحادق والحراق والمخللات، كل دي بتهيج الغشاء المخاطي، الشطة والحاجات دي بتهيج الغشاء المخاطي وبتعمل حساسية، فأنا لو تجنبناها وكان عندنا حساسية منها يبقى إيه، خفينا تماما. بالنسبة للأطفال الصغيرين وبالذات اللي هم اكتر من سنه ونص او سنتين بعد فتره الرضاعه، بيبقى المؤثر هو المواد الغذائيه الصناعيه زي الشوكولاته، الشيبسي، البوزو، العصاير اللي في علب، كل الاشياء اللي عليها مواد حافظه ومكسبات لون ومكسبات طعم بتدمر الغشاء المخاطي بالنسبه للاطفال، وخصوصا ان هو الغشاء المخاطي بالنسبه للاطفال بيبقى رقيق، فالحساسيه بتبقى عندهم شديدة جدا وبتقلب بسرعة بمضاعفات زي التهابات الأذن الوسطى أو التهابات الأنف أو التهابات الرئة أو التهابات الصدر. فلازم نبعد أطفالنا عن الحاجات دي بقدر الإمكان واللي يستحسن نهائيا. كمان احنا قلنا المجموعة الثالثة اللي هي عن طريق اللمس، زي بعض الكريمات، زي مساحيق الوجه بالنسبة للسيدات، زي بعض الكريمات في العلاج مثلا لو في الجلد قريب من الأنف، زي اللي بتحتوي مثلا على بعض المواد زي السلفة أو الأسبرين جايز تعمل حساسية، برضو دي عن طريق اللمس. في كمان عن طريق الأدوية، بعض الأدوية بتعمل في حالات قليلة جدا رد فعل غير طبيعي فبتسبب حساسية، وبيبقاش حساسية في الأنف بس رشح وكده، بيبقى غالبا بيبقى الحساسية بتاعت الأدوية بتبقى احمرار في الجلد كله وإحساس بالاختناق شوية وعطس ورشح بيجوا معاهم في المرحلة الثانية، لكن بتبقى أكتر في بتبان أكتر في الجلد. زائد بقى من كتر الالتهابات بقى لو بيت غير صحي او ما مكان غير صحي مثلا زي مدرسه فيه تكدس ومفيش تهويه والاطفال على طول بيقعدوا بعض، ده برضو بيسبب كتر الالتهابات وقعدتها بتغير من سلامه الغشاء المخاطي وبتاثر عليه وبتعمل حساسيه برضو في الغشاء المخاطي وقد تعمل مضاعفات. احنا عمالين نتكلم ونقول مضاعفات الحساسية بتاعت الأنف، إيه المضاعفات اللي هي ممكن تحصل من حساسية الأنف؟ المضاعفات اللي هي التهابات الأذن الوسطى أهم مضاعفات، التهابات الجيوب الأنفية، التهابات اللوز، التهابات اللحمية، التهابات الصدر، التهابات البلعوم، التهابات الحنجرة، كل ده ممكن يحصل مضاعفات لحساسية الأنف لو ما تعالجتش كويس ولو ما تسيطرش عليها كويس أو تعاملنا معاها بحذر واتبعنا التعليمات الصحية اللي هي تقينا الدخول في مضاعفات للحساسية. الحساسية الحقيقة نوعين رئيسيين، حساسية بتيجي في موسم معين من السنة وفي حساسية طول العام. الحساسية اللي بتيجي في موسم غالبا بتبقى في وقت الربيع، يمكن عشان كده احنا اخترنا الحلقة النهاردة انه اكتر وقت في السنة اللي هو وقت الربيع اللي هو بيجي فيه الحساسية نظرا لاختلاف درجات الحرارة وحبوب اللقاح بتنتشر قوي في الربيع والتراب والرياح الخماسين، كل دي عوامل بتساعد على الحساسية الموسمية تبقى كتيرة. في برضو الموسم الثاني برضو اللي هو موسم الخريف ودخول الشتاء، ولكن ده بنسبة أقل من الحساسية الموسمية اللي هي الموسم بتاعها في الربيع. وفي حساسية تانية اللي هي طول العام المريض، ودي غالبا بتبقى حساسية ناحية الأكل، وفي أكل معين بيحبه مثلا مش واخد باله منه وده عمال يعمل له حساسية وعلى طول عنده رشح وعلى طول عنده عطس والأعراض بتاعت الحساسية اللي هنقولها بالتفصيل، وبتقلب في بعض الأحيان بالتهاب في الجيوب الأنفية أو التهاب في الأذن الوسطى أو في الحنجرة، يعني تقلب مضاعفات في بعض الأحيان الأخرى. طيب إزاي نعرف إن المريض ده عنده
نشخص يعني حساسية الأنف ونعرف بقدر الإمكان إنه عنده حساسية ناحية إيه مثلا. في اختبارات تحت الجلد، إن إحنا ساعات بنحضر بناخد المؤثر على إنه مادة بتتحقن تحت الجلد، سواء تراب، غبار، نوع من المأكولات، أيا كان المؤثر، بنجمع مجموعة ونحقن منها تحت الجلد ونشوف تأثيرها. لو عملت بنسبة، طبعا بنسبة صغيرة، لو عملت احمرار وتفاعل يبقى عنده حساسية من المادة دي أو من الأكلة دي، وإيه ويبطلها إيه وننصح المريض إنه يبطلها خالص. الحقيقة إن الحقن تحت الجلد ليه مميزات لما بيكون الحساسية مثلا لعدد محدود، المسببات عدد محدود من المسببات، بما ان المسببات عدد لا نهائي، ممكن يكون عوامل فيزيقيه زي ما قلنا، وعوامل خارجيه، والاستنشاق اللي هي التراب، الغبار، السجاير، ممكن يكون اكل، ممكن يكون دواء، ممكن يكون امراض داخليه، عدد لا نهائي من المسببات الحقيقه. فعشان نعرف اللي نحدد بالظبط ده صعب جدا، يعني هيفيدنا ان احنا عرفنا ان عنده حساسيه ناحيه ماده او مادتين، بس هل هو ما عندوش حساسيه من بعض المواد اللي ما استخدمناهاش في الاختبار؟ ده ما نعرفوش، فعشان كده بتبقى يعني غير دقيقه قوي. انما بتبقى لو كان فعلا ما عندوش حساسيه غير للمسبب او اتنين من اللي اخترناهم له او اللي كانوا موجودين في المعمل، يبقى هتجيب نتيجه بكفاءه. يعني هي ممكن تجيب نتيجة كويسة وممكن ما تجيبش لو ما كانش لو كان عنده حساسية من نوع آخر غير اللي دخلوا في الاختبار. دي حاجة. الحاجة التانية مؤلمة شوية، لأن الحقنة تحت الجلد طبعا بتعمل ألم شديد، فبرضه غير عملية شوية، زائد إن ممكن تبقى الإنسان ده حساس قوي، فالجرعة الصغيرة دي تعمل له حساسية جامدة، مش مجرد بس احمرار في حوالين في المنطقة اللي خد فيها، لا ممكن تعمل له مضاعفات اكبر زي هبوط في الدوره الدمويه كده. يعني انا وجهه نظري ان احنا نستبعد الاختبار بالطريقه دي. في كمان الاختبار تاني، ان احنا بس ده عايز وعي صحي، وعايز شخص عنده وعي صحي ودقة ملاحظة، ان نقول له لما تلاحظ انك ما تاكل اكلة معينة او تتعرض لحاجة بتستنشق او تتعرض للتدخين وتحس باعراض معينة منها، الرشحة او العطس او ما شابه، يبقى الحاجة دي تبلغها للطبيب وهي يقول لك ازاي تسيطر عليها او ازاي تبعد عنها اذا كان ممكن، او تتعامل معاها ازاي. وخصوصا بتبقى ناجحة في بعض اللي يكون عنده حساسية ناحية نوع معين من الاكل، زي مثلا الفراولة، المانجا، البيض، السمك، اللبن، اي حاجة من دول. لو لاحظ المريض انه بيجي له حساسيه او الاعراض بتزيد بعد ما بياكل جزء منها او كميه كبيره منها، بيبلغ الدكتور. لو حاجه مهمه زي مثلا البيض، زي السمك، زي اللبن، ما هيحاول بقدر الامكان يعالجه منها، ان هو يوقفها شويه وبعدين يرجعها له سنه سنه لغايه ما تضيع الحساسيه. لو حاجه مش مهمه يعني مثلا زي الحادي او زي الشطه، نقول له نستغنى عنها، لان دي طبعا بتضر، مش بس بتعمل حساسيه، لا بتعمل مشاكل تانية في المعده وبتعمل حاجات تانية كتير يستحسن نبعد عنها خالص. في برضو طريقة تانية، ان احنا ناخد عينة من الرشح بتاع المريض او جزء من الانسجة، سواء الرشح سائل او الانسجة، ونحللهم، هنلاقي فيه بعض الخلايا اللي تدل على ان الشخص ده عنده استعداد للحساسية بتكتر في الافرازات دي، خلايا لمفاوية، نوع من الخلايا اللمفاوية بتساعدنا على تشخيص ان المريض ده عنده حساسية في الأنف. في طريقة برضو انهم بيحضروا المسببات دي على هيئة نقط في الأنف او بخاخ، وبيبخ بخة صغيرة هنا، بنشوف ساعتها هيتهيج الأنف وتعمل له عطس ولا لا، او ارتشاح ولا لا، يبقى يحددنا برضو المسبب، ولحد ما عرفنا.
يعني الطرق، احنا قلنا طرق، اغلب الطرق اللي بيتم بيها تشخيص حساسية القلب، اهم طريقة طبعا ان احنا نعرف الاعراض بتاعته ونشخصها صح كلينيكيا. يعني المريض لما بيجي في العياده يشتكي او في اي مكان هيشتكي من ايه؟ مريض حساسيه الانف، الاعراض بتاعتها لو برضو لازم تتعرف كويس. ميزه حساسيه الانف انها مش ثابته، الاعراض بتاعتها مش ثابته، يعني تبقى موجوده في وقت وبتروح في وقت تاني، يعني انها ممكن في وقت يوم تبقى فيه حساسيه اعراض رشح وتاني يوم تبقى كويس جدا المريض، مرة يبقى مناخيره مقفولة وتاني يوم يبقى كويس، أو وساعات في نفس اليوم، يعني ممكن الصبح يبقى عنده عطس ورشح وكده ويجي بالليل يبقى كويس. فهو تعبان مثلا بقاله 5 6 أيام، كل يوم شوية في أعراض وشوية ما فيش، يروح للدكتور في الوقت اللي هو ما عندوش أعراض مش هيلاقي حاجة خالص. تشخيصها بيبقى سهل جدا لو على الدكتور إن هو يشوف أعراض، لو كان في الأعراض موجودة، لكن لو مش موجودة في الوقت اللي هي مش موجودة فيه يبقى صعب جدا عليه. فعشان كده الدكتور لازم ياخد وقته مع المريض ويسأله بكل دقة عن في حد عنده تاريخ مرضي للحساسية بتاعة الأنف، والأعراض شكلها ايه، وبتيجي امتى، وبتتسم انها متغيرة ولا لا. حتى لو بنيجي نعمل أشعة عادية أو كده وما فيش، ما كانش فيه مضاعفات مثلا زي التهاب الجيوب الأنفية، مش هيبان لنا حاجة وهتبان طبيعية جدا، والغشاء المخاطي في الكشف العادي هيبان طبيعي جدا في الوقت اللي ما يكونش فيه أعراض. لكن لما الدكتور بيبقى بيسأل المريض بكل دقة عن الأعراض اللي عنده بيعرف وإنها مش ثابتة، بيتساعده في التشخيص. إيه هي الأعراض دي اللي هي ممكن تيجي لمريض الحساسية بتاعة الأنف؟ أول حاجة بيحس بممكن رشح من الأنف كتير قوي، والرشح ده بيبقى عبارة عن سائل وشفاف، لكن لو حصل مضاعفات والتهابات في الأنف أو في الجيوب الأنفية بيتحول للزج، وبيبقى إيه، لزج ولونه بيتحول من الأخضر وساعات للأخضر وساعات للأصفر، بيبقى مش شفاف. الإفرازات دي بتبقى في الحساسية العادية اللي هي ما فيهاش التهابات أو مضاعفات بتبقى أكتر من قدام من الأنف، يعني من الفتحتين القدامانيين، وقليل إنها تيجي ورا او ما يبقاش فيه، بيبقى نادر انه بيبقى فيه بلغم فزور، وبيبقى برضه الافرازات شفافه وكميتها قليله من ورا لكن كتيره وغزيره من قدام. الا اذا لو حصل مضاعفات فوق الحساسيه بالتهاب الجيوب الانفيه اللي بيبقى الافرازات من الخلف بتبقى كتيره زي من قدام، وبتبقى زي ما قلنا لزجه، وبتبقى لونها بيتغير للاخضر وساعات للاصفر، وساعات بيبقى لها ريحه مش كويسه لو حصل التهاب في الجيوب الانفيه. ده بالنسبه للرشح. التاني حاجه بيحس المريض بكتمه في الانف، بيحسها ناحية ساعات ناحية واحدة وساعات ناحيتين وساعات بيبدلوا. الكتمة دي نتيجة لتضخم الغشاء المخاطي، نتيجة للإفرازات اللي موجودة داخليا، وبتزيد الإحساس بالكتمة دي، وبتبقى بتميل على ناحية واحدة لو عنده أصلا اعوجاج في الحاجز الأنفي. لما الغشاء المخاطي بيتضخم بيقفل الناحية اللي هي ضيقة شوية أكتر من التانية، لكن برضو بتمتاز بالتباديل والتوافيق. يعني ساعات يبقى في وقت من النهار مكتومة أوي، في وقت مش مكتومة أوي، أو ساعات وقت مش مكتومة. والكتمة دي بتزيد لو حصل التهاب في الجيوب الأنفية أو التهابات في الغشاء الخاطي المبطن للأنف. الحاجة الثالثة العطس. ساعات المريض بتاع الحساسية بيجيله ساعات نوبات من العطس شديده جدا، وبالذات في الصبح، وساعات بتضايق المريض جدا وبترهقه نفسيا جدا العطس الشديد او نوبات العطس اللي بتجيله بتهاجمه على فتراته بالذات في الصبح. كمان حاسه الشم بتروح او بتروح وتيجي في الاول، وبعدين لو حصل تضخم شديد في الغشاء المخاطي بتغطي على عصب الشم في الانف، بتقل جدا 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 لغايه ما يتعالج الغشاء المخاطي مره تانية، ويبتدي المريض يحس انه ايه قادر يشم. طبعا حاسه الشم مش بس بتروح ولوحدها، بتاخد معاها حاسه التذوق لانهم مرتبطين ببعض، لان هما الاثنين حاستين كيميائيين، حاسه كيميائيه يعني،
اللي هي بتعتمد على ملامسة المؤثر اللي هو هيحصل منه الحسية أو الطعم بالمستقبلات الشم أو مستقبلات التذوق، ودول ليهم علاقة ببعض. فلما حاسة الشم بتروح أو تتأثر، بتتأثر معاها حاسة التذوق، ودي بتضايق المريض جدا لأنه يعني مش قادر يتذوق لا الأكل ولا قادر يشم الروائح. وساعات بتبقى ساعتها خطيرة، زي لو في غاز مثلا منتشر في الشقة مش هيشمه، لو في ريحة حاجة بتتحرق مش هيشمها، فدي بتسبب في بعض الأحيان حاجات خطر. وكمان لو مثلا حصل ان الاكل مش مظبوط او ابتدى يحمض زي ما بنقول، برضو حاسه الشم بتتاثر، فدي بتاثر ممكن على الجهاز الهضمي لو ما شمش، ان الريحه بتاعت الاكل او طعمه اتغير، ودي بتاذي، بتعرضه للاذى بعد كده. طيب ايه ازاي نعالج حساسيه الانف؟ اول حاجه في علاج حساسية الأنف لازم نعرف إن مفيش علاج نهائي بيقضي على الحساسية بدون ما نعرف المسبب. لازم معرفة المسبب والابتعاد عنه، لو عرفناه وكان عدد محدد يبقى ساعتها خف خالص، وخصوصا يمكن بتحسن قوي الأطفال، لأنهم كل ما بيبعدوا عن الحاجات اللي عليها مواد صناعية زي المواد الحافظة ومكسبات اللون والطعم وما شابه، بيتحسنوا جدا جدا مجرد انهم يبعدوا عنها قبل ما ياخدوا اي علاج، بيتحسنوا كتير. زي مثلا اللي بيدخن وعنده حساسيه ناحيه التدخين، او عنده ولاده حساسيه ناحيه الدخان، مجرد انه يبطل التدخين هتبص تلاقي سواء ابنه او هو اتحسن جدا جدا، يعني الاعراض اتحسنت بنسبه كبيره جدا جدا. في نقطة يعني بتلفت نظري دايما لما بسأل أهل الطفل، الأب بيدخن أو في حد في البيت بيدخن، يقولوا بيدخن بس بيدخن في الأوضة التانية فمش بيأثر على الأطفال. اللي قال الكلام ده غلط خالص. أولا الدخان بينتشر ومش لازم يبقى طالع من في الوقت اللي هو بتاع التدخين، ممكن يبقى في الهدوم، أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، ويجي يشيل طفله وجسمه مليان اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون، خصوصا لو هو بيدخن في مكان مقفول زي قهوه او كده مع اصحابه، ويشيل ابنه اكنه دخن معاه بالظبط، او كان اكنه دخله او دخن في بقه بالظبط وفي مناخيره. فده يعني مفيش حاجه اسمها الاب بيدخن يدخن بره وبيدخن مش عارف على السلم وبيدخن في البلد. بسمع كلام ايه يعني غريب طبعا. هل وافترضنا ان هو مش هيأذي أو أولاده أو زوجته، طب هو مثلا مش هيخاف على نفسه إن هو يجيله مضاعفات يعني أقلها الحساسية ومن أخطرها السرطان؟ يعني هو ما بيفكرش إن هو بيعرض نفسه للخطر لدرجة كبيرة؟ دي يعني جملة يعني بسمعها وبتضايقني جدا بصراحة. أصله بيدخن في الحمام، أصله بيدخن في البلكونة، أصله بيدخن بره البيت، كل دي طبعا يعني كلام فارغ. التدخين لازم يقلع عنه مريض الحساسية أو أي واحد في بيته ما عنده حساسية، وإلا اللي عنده في البيت مش هيتحسن، ولا هو لو عنده تعب هيتحسن، بالإضافة إن هو يعرض نفسه لمضاعفات تانية للتدخين أشد بكتير من الحساسية، زي كثرة الالتهابات المستمرة، زي التهابات بالسرطانات والعياذ بالله. ف يعني نداء لجميع المدخنين يقلعوا فورا، بالإضافة إلى أن لجان الفتوى كلها في جميع الدول الإسلامية أو أغلبها أفتت بأن التدخين حرام شرعا ومضيع طبعا للصحة والمال والجهد. فياريت ياريت ناخد اللي سمعني دلوقتي، ياريت ياخد خطوة إيجابية مع نفسه يرضي ربنا ويحافظ على أولاده وصحتهم ويحافظ على فلوسه. احنا قلنا أول حاجة نعرف الحاجة اللي بتسبب الحساسية ونبعد ونبتعد عنها، يبقى حلينا جزء كبير من الحساسية. الحاجة التانية اللي هي لغاية دلوقتي بتجيب نتائج،
كويسة لو كانت، لو معروف برضو المؤثر ايه، ان احنا ندي جرعات متدرجة. لو عرفنا مثلا ان هو عنده حساسية مثلا ناحية التراب، لو ادينا جرعات متدرجة من مصل اللي هو بيحتوي على المؤثر التراب بجرعة الاول قليلة وبعدين نزودها شوية شوية لغاية ما يخف، يبقى نجحنا جدا في علاج الحساسية بصورة نهائية. بس مين اللي عرفنا ان هو عنده حساسية ناحية التراب بس، او الدخان بس، او اكلة معينة؟ فلو تعرف، لو كنا متأكدين او كانت هي الحاجة الوحيدة هتبقى حلوة جدا. زائد ان احنا جايز نعرف المؤثر وما نعرفش نعالجه. زي ايه مثلا؟ زي تغيرات الجو، زي الجفاف، زي التراب اللي هو في زي رياح الخمسين، زي الجو ده من السنة اللي هو فيه رياح خمسين وحبوب اللقاح، طب هنسيطر عليها ازاي؟ فنحاول نقلل من التعرض لتغيرات الجو المفاجئة. مثلا ناخد مثلا تغيرات درجة الحرارة، نحاول نقلل من ان احنا نغير درجة حرارة من مثلا درجة قليلة لدرجة عالية مرة واحدة او العكس. يعني بمعنى مثلا الواحد بيجي ساعات في الصيف وحران جدا ويخش على طول في أوضة مكيفة مرة واحدة من جو مثلا درجة حرارة تقترب من 50 في الشارع، يخش على درجة حرارة مثلا 20 أو 18 داخل الجهاز المكان المكيف، ففرق 30 درجة طبعا بتبهدل الغشاء المخاطي. والعكس أما يكون الطفل مثلا نايم في الشتاء بالذات، طفل نايم ومتغطي ببطانية أو لحاف، وتيجي مامته عايزة تقومه عشان تحضره المدرسة، بتعمل ايه؟ بتروح شايلة اللحاف أو البطانية وتروح واخداه شايلاه وداخلة بيه على الحمام، من درجة حرارة مثلا 30 في الأوضة لدرجة 1 أو 2 داخل الحمام مرة واحدة في أقل من دقيقة، طبعا الغشاء المخاطي مش هيقدر يستحمل درجات الحرارة دي، في الحل الفرق الشديد ده بدرجات الحرارة. فالحل تعمل ايه؟ انها تشيل الغطاء الاول من عليه، تهوي الاوضه الاول، وبعدين تشيله في الصاله شويه درجه الحراره تبقى 10، بعد كده تدخله الحمام، يبقى خد الفرق ده خده بالتدريج على ربع ساعه. يعني هتصحى ربع ساعه بدري شويه بس تقي ابنها، يعني هي بتبقى ماشيه صحيا ممتاز ومنعاه من المواد الغذائيه الصناعيه، وما بتعرضوش ما بتعرضوش للغبار ولا التراب ولا عندهم حد بيدخن، وتيجي تشتكي ان الابن بيتكرر عنده او البنت بتكرر عندها الحساسيه او الالتهابات بتاعت الانف او الاذن الوسطى ومش عارفه السبب. فده احد الاسباب اللي جايز كتير جدا ما ياخدش مننا ما ياخدش باله منه، اللي هو التغيير السريع في درجات الحرارة أو الرطوبة، زائد الجو لما يكون تراب يستحسن يعني ما نتعرضلوش، ويستحسن نلبس كمامة لو احنا مثلا مضطرين ان احنا نخرج في جو عفار أو رايحين شغلنا أو كده، نلبس كمامة مش عيب، وعشان تقينا تقلل شوية من دخول التراب والغبار لإيه للأنف، فبتقلل الإحساس بأعراض حساسية الأنف. بعد كده نرجع للعلاج بالكورتيزون. علاج بالكورتيزون في حساسية الأنف يعني علاج جميل جدا وناس كتير بتفضله، ولكن ليه تحذيرات وما بتاخدش إلا تحت إشراف الطبيب ومش بكثرة، في وقت معين وفي أوقات معينة بيجيب نتائج عكسية. فدايما المريض لما الدكتور بيكتب له مثلا بخاخه فيها كورتيزون او حقنه كورتيزون او اقراص فيها كورتيزون بيتحسن بالايه زي السحر، بيكرروا بنفسه، ودي في منتهى الخطوره. الكورتيزون بالذات سلاح ذو حدين، بيصلح قوي وبيبوظ قوي، فبيدخلوا بقى في مضاعفات الكورتيزونات اللي احنا بنحاول طبعا كل ما واحد يسمع كلمه كورتيزون ساعات الناس بتجي لها هلع من مضاعفاته. بالعكس هو علاج كويس جدا لو اتاخد تحت اشراف دقيق، طب دقيق، عمره ما هيجيب مضاعفات، بالعكس هناخد فوائده وهنسيب مضاعفات. المضاعفات لما يتاخد بوصفة دكتور مش متخصص أنف أذن، بحيث إنه يشوف يديهوله في وقت، يعني مثلا دكتور بطن عامة مش شايف الغشاء المخاطي شكله إيه، أو المرحلة دي تصلح لاستخدام الكورتيزون أو لأ، هل في التهابات ولا لأ، كل دي، وإمتى يتاخد، وساعات يديه في وقت مخطئ فتجيب نتيجة سيئة. فما بالك بقى الصيدلي اللي بيجي له روشتات يقول له اه ده بيحسن بعض العيانين، يروح يجيب الخبره ويديهوله، بس ما اكتشفش ولا شاف المرحله دي مناسبه ولا لا. ف
فمهم جدا، مش اي حاجه تريحنا نروح مكررينها من نفسنا، انه نقول نوفر الفيزيتا مع الكتاب للعلاج ده، هروح اصرف نفس الروشتة، الروشتة بتاعت المره اللي فاتت جايز تجيب نتيجه عكسيه جدا المره دي، وبشوفها كتير في تعاملي مع المرضى، ان المريض يقول لي الروشتة بتاعت حضرتك المره اللي فاتت كررتها جالي نفس الاعراض، كررتها جابت نتيجه عكسيه. الاعراض ممكن تكون واحده، والاحساس بالكتمه والرشح واحد، ولكن في حاجات بتبان لنا بالكشف بالعين المجرده، بشكل الغشاء المخاطي شكله ايه، في التهابات ولا لا، في صديد ولا لا، هي دي اللي بتفرق. ونوع الصديد ساعات بنقدر نحدد منه نوع البكتيريا، ولو شكينا في بكتيريا معينه او فيروس معين بنطلب تحليل مزرعه ونشوف، وندي المضاد الحيوي المناسب، بندي المضاد الحساسيه المناسب وهكذا. لكن من نفسنا جالنا نفس الاعراض ناخد نفس الدواء، احنا بندمر كده الغشاء المخاطي تدمير شديد جدا. يبقى الكورتيزونات لازم تاخد بحذر، سواء بخاخات سواء بحذر، يعني كلمه بحذر مش بحذر من المريض، بحذر من الطبيب نفسه عشان يكتبها في اوقات معينه وفي مراحل معينه هتجيب نتائج كويسه. ما زالت بقى اكتر حاجه بتعالج المرضى، هي مش بتعالجهم، بتخفف اعراض الحساسيه عندهم، المضادات بتاعت الحساسيه، سواء اقراص سواء بخاخات حاجات موضعيه، سواء شراب، هي دي اكتر حاجه لغاية دلوقتي بتجيب نتيجة، بتهدي شوية الأعراض. لكن لما بتوقف وتعرض المؤثر للمريض لمؤثر تاني بترجع نفس الأعراض، يبقى ما عملناش حاجة، لو ما مشيناش على التعليمات اللي هيقولها الدكتور مع العلاج. التعليمات دي بتبقى مهمة جدا جدا مع العلاج. نيجي نتكلم على العلاج بالجراحة. العلاج بالجراحه ساعات يجي ناس يقول لك الحساسيه دي ملهاش جراحه. لا طبعا ملهاش جراحه، المضاعفات اللي بتاعتها هي اللي ممكن لو حصل لحميه نشيلها، وما مستجبتش العلاج الطبي يبقى ساعتها نشيل اللحميه دي، لحميه القمح، فتتحسن يتحسن الاعراض، لكن مش هتعالج الحساسيه، ممكن تتكون تاني وتالت ورابع. فيعني ساعات يقول طب ما انا عملت عمليه ليه؟ طب ما رجعت لي تاني. ما هو لازم يبقى فاهم من الاول ان هو عنده مشكله مش في اللحميه، المشكله في الحساسيه اللي جابت اللحميه. ولما تتشال اللحميه ترجع تاني وتالت ورابع لو ما مشيش على التعليمات اللي هي تمنع انها ترجع تاني. دي مهمه قوي، يعني مش مجرد ان احنا عملنا جراحه وشلنا مثلا اللحميه يبقى خلاص انتهت. التهابات الجيوب الانفيه برضو لما تكون جامده جدا والجيب مقفول بنضطر نعمل بذل او نفضي الجيب الانفي وننظفه بأي طريقة من طرق العمليات، برضو ممكن يرجع المضاعفات تاني وتالت ورابع لو مشيش بعدها على التعليمات. برضو بعض العمليات اللي هي بتبقى لما يكون الحاجز الأنفي معوج لدرجة كبيرة جدا ومؤثر على التنفس بيتعدل، بتحسن الممر الهواء وبتحسن الأعراض بتاعت الكتمة والتضخم والإحساس بعدم الشم، بتحسنها شوية برضو، ولكن برضو في النهاية لازم يمشي على التعليمات اللي بننصح بيها مريض الحساسية. مع كل الاحتمالات مع كل أنواع العلاجات وكل احتمالات العلاج، أهم حاجة في الموضوع كله الغسول بمحلول قلوي، اللي هو ببساطة ممكن نحضره في البيت مثلا بربع او ربع معلقه كربوناتو على كوبايه ميه دافيه كبيره، كربوناتو اللي بتحط على الاكل اللي بتحط على الطعميه على السوس، نحط على كوبايه ميه دافيه كبيره ونستنشق من الانف، وساعتنا ممكن نتغرغر بيها من بالعوم، بتنظف الغشاء المخاطي، وحتى لو المؤثر دخل فحتى لو المؤثر دخل يخرج على طول وبيتغسل، لو في مخاط او كده بيشيله، بيعمل ثبات الكتروني للخلايا بتاعه الغشاء المخاطي للانف والبلعوم، فلما بتيجي تجدد نفسها في عمليه التجديد الدوري اللي ربنا ادالنا المنحه دي، ان بيحصل تجديد دوري للخلايا كلها بتاعه الغشاء المخاطي وبتاعه الجسم كلها، بس في الغشاء المخاطي بيتغير كل الانسجه في خلال من شهرين لثلاثه، فالخلايا الجديده اللي هيحصل لها ريجنريشن او
تجديد، بيبقى فيها ثبات الكتروني، يعني ما تكونش متضخمه، فالاحساس بيها هيكون احساس بالتضخم هيقل، احساس بزياده الافرازات طبعا هيقل، وما فيش مش هيحصل فيه مضاعفات، هتجنبنا المضاعفات نهائي، وهتجنبنا الاحساس بالحساسيه، والمريض لو بس استمر عليها هيحس ان هو ما عندوش حساسيه خالص وبيتعامل معاها، بس ما يبطلهاش لانه اتعرض للمؤثر تاني، ولو ما اتغسلش على طول وخرج اول باول وعملنا عمليه ثبات الكتروني للخلايا من غير ما تتضخم او كده، ونظفنا الغشاء المخاطي باستمرار من المخاط اللي فيه او الصديد او التراب او الغبار او اثار التدخين، هترجع تاني الحساسيه. يبقى التعليمات اللي احنا بنقولها بتتلخص في الغسول القلوي رقم واحد، رقم اتنين نحاول نعود الغشاء المخاطي، طبعا بيتحسن مع السوائل الدافية الطبيعية زي اليانسون والتليو والنعناع والحلبة والقرفة والجنزبيل، الحاجات دي كلها بتحسن جدا جدا الغشاء المخاطي للأنف والبلعوم. نبعد عن الحاجات المهيجة للأنف اللي احنا قلنا انها مسببات الحساسية، زي اللي هي يعني ما فيش منها فايدة خالص، زي الحوادق، الشطة، المخلل، المية الساقعة قوي، الحاجة الساقعة. ناخد اتصال ونكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أم حمزة؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ اتفضلي يا فندم. ايه والله انا ابني على طول برضو موضوع الحساسيه اللي في الانف دي. عمره قد ايه؟ هو 4 سنين ونص. بس المشكله ان هي اصلا على طول، يعني مش موسميه، هي طول السنه على طول، مثلا ايه يقعد يشن كده بمراخيره على طول، يقعد ينس كده. وبعدين اخر مره الافرازات نزلت كده من ورا من عند بقه، فعملت له كحه وبلغم وكده. فكل ما بروح كل شويه ياخد مضاد حيوي وبعدين يرجع تاني الموضوع. فكتر المضادات الحيويه دي انا خايفه منها، يعني ان كل شويه ما يجيلي الدور اديله مضاد حيوي. شكرا. وبديله بقى القطره اللي هي بتاعت الانف دي على طول، فمش عارفه يعني هو العلاج كده مش بيجيب نتيجه معايا. شكرا، هرد عليكي دلوقتي حالا يا ام حمزه. طبعا احنا لو احنا ماشيين، لو ام حمزه ماشيه معانا في الحلقه من اولها نفس الكلام اللي هي يعني بتطبقت لنا، اديتنا مثال حي على الكلام اللي انا بقوله، ان عمر ما الاعراض هتتحسن بلا بمضاد حيوي ولا بادويه طول ما احنا ماشيين مش ماشيين على التعليمات. من الحاجات الخطيره جدا اللي هي قالتها ام حمزه انها بتحط قطره اللي هي قابضه للشعيرات الدمويه، ايا كان نوعها اسمها، كل القطرات القابضه للاوعيه الدمويه بتزود الحساسيه جدا وبتزود احتقان الانف، بتفتح لمده صغيره جدا وبعدين يحصل رد فعل عكسي انها تتضخم اكتر، الاعراض تزيد اكتر، وبعد كده تعمل مضاعفات ممكن في الكبر كمان لما يكبر شويه، تعمل تاكل نفسها في الغشاء المخاطي والعظم بتاع الانف، ففي منتهى الخطوره النقط لازم نبعد عنها تماما. بالنسبه له احنا لسه كنا بنتكلم على المحلول القلوي اللي هو كربوناته، ربع معلقه كربوناته على كوبايه ميه دافيه كبيره، وتنضف له مناخيره بيها، انها تنقط له سواء بقطنه سواء بقطاره، او تعلمه يستنشق، ولو بلع جزء منها، لو اتغرغر وبلع جزء منها مفيش مشكله، مفيش منها اي ضرر، يبعد عن المواد الغذائيه الصناعيه اللي احنا يعني هي يمكن اجابه سؤال ام حمزه، ملخص الحلقه اللي انا بقوله دلوقتي الغسول بالمحلول القلوي. تاني حاجه البعد عن المواد الغذائيه الصناعيه زي الشيبسي والبوز والعصاير اللي في علب والشوكولاتات، اي حاجه عليها مواد صناعيه زي مواد حافظه او مكسبات لون او طعم ممنوعه تماما. التدخين لو حد في الاسره بيدخن لازم ما يمنع التدخين، مفيش حاجه اسمها يدخن في البلكونه ويدخن في الحمام والكلام ده، ما ينفعش لان التدخين تدخين. برضو لازم تهتم كمان عشان الحسية ان تتحسن جدا عند الصغيرين او الكبار، نهتم بالدورة الدموية، تنشطها عن طريق الرياضة، اللعب، كمان التهوية المناسبة للبيت، تعرضهم للشمس والهواء. ودلوقتي نظرا لضيق الوقت اشكركم والتقي معكم في حلقة اخرى من عيادة الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do
الله.